أهلا بكم من جديد في صدى الأقلام، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية والعربية والدولية، ونبدأ من أهم العناوين. صحيفة المدى: عضوية اللجان البرلمانية تنذر بجولة جديدة من الصراعات. موقع يقين نت: 157 عراقيا يغادرون أوكرانيا باتجاه بولندا. صحيفة ديلي ميل: بوتين مستعد لخسارة 50,000 جندي في أوكرانيا. صحيفة القدس العربي: روسيا تجهز الصواريخ الاستراتيجية والأساطيل وتضع شروطا لوقف الغزو. صحيفة العربي الجديد: برهم صالح يلغي العفو عن تاجر مخدرات ومصادر تؤكد مغادرته العراق. موقع بلومبيرغ: التاريخ يتكرر، بوتين جرب قنابله في سوريا وينشرها اليوم في أوكرانيا. صحيفة أندمندن: عنصرية ضد الأفارقة والعرب الفارين من أوكرانيا، والأولوية للبيض فقط. أهلا بكم، ونبدأ من وكالة يقين العراقية وتقرير تحت عنوان تهجير سكان قرى مكحول، حلقة جديدة في مسلسل تغيير التركيب السكاني في العراق. ففي ناحية مكحول هناك مئات العائلات تم ترحيلها من قرى مكحول إلى عمق الصحراء بمسافة تبعد أكثر من 4 كيلومترات عن مناطقها الأصلية. وأكدت تقارير تلفزيونية أن العوائل الفلاحية ما زالت وسط الصحراء وهي تواجه أوضاعاً مأساوية، فيما توفي طفل رضيع بسبب نقص الرعاية الصحية والظروف الجوية السيئة بعد أن تعذر على أسرته الحصول على مأوى بديل. فند مرصد أفاد الحقوقي مزعم إعادة مهجري مكحول إلى مناطقهم، مؤكدا أنهم ما يزالون يفترشون الأرض رغم الوعود الحكومية بإعادتهم إلى قراهم. وانتقد المرصد في بيان له القرارات الارتجالية التي يتخذها زعماء الميليشيات والقادة العسكريون بتهجير السكان من دون أوامر قضائية وغطاء قانوني، عدا هذه الممارسات بأنها باتت السمة الأبرز لعام 2022 بعد تسجيل قرارات مماثلة في مدينة القائم بغربي الأنبار بتهجير سكان المنازل الواقعة قرب الشريط الحدودي العراقي السوري. بدأت الحكاية من جرف الصخر والعواسات ويثرب وقرى نهر الإمام. اليوم في مكحول ولن يتوقفوا عند مكحول أبدا. وفضلا عن مرصد أفاد، أدانت العديد من المنظمات والهيئات الحقوقية والإنسانية المهتمة بالشأن العراقي حملة التهجير الأخيرة من قرى مكحول. فقد أصدرت الأمانة العامة لهيئة علماء المسلمين في العراق بيانا حملت فيه الحكومة وأحزاب السلطة وميليشياتها مسؤولية المعاناة الإنسانية التي يمر بها المهجرون من قرى مكحول. وجاء في البيان أن القوات الحكومية وميليشياتها تثبت أنها آلة يستخدمها نظام المحاصصة الطائفي في العراق لتهجير أبناء الشعب العراقي وتشريده في الصحراء استمرارا لتنفيذ مخطط تغيير التركيبة السكانية، وأن هذا السلوك يشير بوضوح إلى استمرار النهج الحكومي في تهجير الناس من مدنهم والاستيلاء عليها. وفي التقرير أكد الميثاق الوطني العراقي في بيان له على أن ما يحدث هو تهجير قسري متعمد وتغيير ديموغرافي بعد تغول الحرس الثوري الإيراني ووجوده المكثف في المناطق المشمولة بالتهجير تنفيذا لسياسة إيران التوسعية. ونقرأ في صحيفة المدى مقالا للكاتب طالب عبد العزيز، جاء فيه: كثيرا ما تشرك الحكومات في العالم في مشاريعها العمرانية النخب الأدبية والفنية، وتستشير الأساتذة الجغرافيين والمؤرخين لئلا تقع في أخطاء قد يغفلها المهندس المدني. هناك جدلية قائمة على أساس الحفاظ على الهوية المحلية، الأمر الذي لا نجده في أعمال البلديات في البصرة وغيرها من مدن العراق. اليوم نستمع إلى جزء من المقال.
لعل ما قامت به الشركة التي نفذت توسعة طريق أبي الخصيب بقبة الشيخ محمد بالجوزي الشاهد على ما نذهب إليه بعد أن أزالت قبة الضريح الطينية المبنية قبل ما يزيد عن 250 سنة واستبدلت بالقبة الطينية قبة بيضاء من الفايبر كلاس مشوهة صنعها شخص لا يعي معنى التاريخ ولا أهمية التراث أو معنى الحفاظ عليه. وسواء أحسن الظن بما تقوم به الحكومة المحلية من مشاريع بعلمها أو بدونه أم أن الأمر لا يخلو من مخطط مرسوم يهدف إلى محو تاريخ المدينة وتغيير ما كانت عليه من صبغة اجتماعية، فهي واقعة في أخطاء لا يمكن السكوت عليها. ولعل ما يتحدث به العامة وفي مواقع التواصل عن نيتها بهدم منارة مسجد السراج الأثرية يأتي ضمن ما ذهبنا إليه في التخبط وعدم المبالاة أو القصد الواضح في تدمير تراث المدينة وطمس هويتها، حيث يبدو أنها تجهل ماذا تعني المنارة هذه للفضاء المحيط بها من الناس والمدونات والصور، غير مبالية بمئات الأصوات التي لهجت بذكر الله في صلواتها وعظم نداءات لا إله إلا الله محمد رسول الله التي عرجت من مئذنتها عبر أكثر من ربع قرن من الزمان. يضيف الكاتب بالقول: بقي أن نقول معيب جدا على الحكومة العاجزة عن مجابهة أصحاب البيوت المحاذية للمسجد، ومعيب أنها فشلت في إقناعهم بتعويض مالي، ثم راحت تستأسد على دائرة الأوقاف وتهم بهدم المسجد التاريخي بمنارته الأثرية. ولعل من المفيد التذكير بأن بلدية البصرة في ثمانينات القرن الماضي أبقت على جامع ومئذنة الكواز التاريخية حين أرادت توسعة الشارع المحيط به، فهي اليوم مطالبة بالإبقاء على مئذنة وجامع السراجي مهما كان الثمن. كشفت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي أن شركة الاتصالات إريكسون قد عرضت حياة عمال عراقيين متعاقدين معها الخطر من خلال الإصرار على استمرارهم في العمل في الأراضي التي يسيطر عليها تنظيم الدولة في البلاد. وذكرت بي بي سي أن تقريراً مسرباً عن شركة الاتصالات إريكسون قد خلص إلى أن سلوك الشركة أدى إلى اختطاف أولئك العاملين المتعاقدين معها من قبل مسلحي التنظيم. إريكسون هي واحدة من كبرى شركات الاتصالات في العالم، كما أنها لاعب رئيس في إطلاق شبكات الجيل الخامس في المملكة المتحدة بعد أن حلت محل شركة الاتصالات الصينية هواوي التي توقفت التعامل معها بسبب مخاوف أمنية. والأسبوع الماضي اعترف الرئيس التنفيذي لشركة إريكسون بوري إيكوهولم بأن الشركة دفعت أموالا للوصول إلى طرق النقل الأسرع في العراق في ذلك الوقت، مما يعزز الشكوك بأن تنظيم الدولة ربما كان هو المستفيد. وخلفت تعليقات إيكوهولم خسارة لشركة إريكسون بأكثر من 5 مليارات دولار من قيمتها السوقية. والوثيقة المسربة التي حصل عليها الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين وشاركها مع بي بي سي و29 شركا إعلاميا آخر مأخوذة من تحقيق داخلي للشركة في أنشطة الفساد والرشوة في 10 دول أجري عام 2019. ذكر التقرير أنه عندما استولى تنظيم الدولة على الموصل ثانية كبرى مدن العراق في شهر حزيران يونيو عام 2014 أوصى محام بارز في شركة إريكسون بإغلاق عملياتها في العراق وإنهائها، لكن كبار المديرين في إريكسون تجاهلوا تلك التوصيات. وخلص التقرير إلى أن إصرار الشركة على استمرار متعاقدين المحلين معها في العمل في الأراضي التي يسيطر عليها تنظيم الدولة يعرض الأرواح للخطر، لأن التنظيم احتجز بعد ذلك عددا من أولئك العاملين كرهائن. وكشف التقرير أن أحد المهندسين يدعى عرفان من بين الذين يقومون بعمل ميداني لصالح شركة إريكسون في الوقت الذي سيطر فيه تنظيم الدولة الإسلامية على المدينة، ألقي على عاتقه تبليغ رسالة نيابية
عن نيابة عن الشركة للحصول على إذن من التنظيم لمواصلة العمل هناك. قالت صحيفة ديلي ميل البريطانية إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مستعد لخسارة 50,000 جندي في غزو أوكرانيا، مشيرة إلى أن وثيقة مسربة من وزارة الصحة الروسية كشفت أن موسكو تستعد لحالة طبية طارئة. وبحسب المقال فإن قادة المخابرات الروسية قالوا إنهم مستعدون لخسارة ما يصل إلى 50,000 جندي خلال الحرب على أوكرانيا، وهو ما يزيد فعلياً على ثلث القوات التي جرى حشدها على حدود أوكرانيا في الأشهر الأخيرة. يخشى أن يأمر بوتين القادة العسكريين باستخدام الأسلحة الكيميائية ومهاجمة المستشفيات مع استمرار القتال في أوكرانيا، فيما تزال العاصمة كييف حالياً تحت السيطرة الأوكرانية. وقالت الصحيفة على لسان خبير الأسلحة أميش دي بيتون جوردون لصحيفة ذا ميرور: إذا غرقت روسيا في الوحل فلن أتفاجأ على الإطلاق إذا استخدمت أسلحة كيميائية. وأشارت ديلي ميل إلى وثيقة موقعة من نائب وزير الصحة بولينتسكي طلبت من الشركات الطبية المشاركة على وجه السرعة في الأنشطة التي تهدف إلى إنقاذ الأرواح والحفاظ على صحة الناس في روسيا. وصدرت أوامر للشركات الطبية الروسية بإرسال قائمة تحتوي على تفاصيل الأخصائيين الطبيين والعاملين إلى وزارة الصحة حتى يمكن نشر الموظفين المدنيين وفقا للوثائق التي حصلت عليها قناة ITV News. وتبحث وزارة الصحة الروسية على وجه التحديد عن أطباء متخصصين في الصدمات والوجه والفكين والقلب، فضلا عن الممرضات وطب الأطفال وأطباء التخدير وأخصائي الأشعة، فيما ستعرض عليهم نفقات السفر والإقامة التي سيدفعها المركز الفيدرالي للكوارث الطبية بحسب المصدر نفسه. قالت روث بولارد في مقال نشره موقع بولنبيرغ الذين صدمتهم صور استهداف الغارات الروسية للمواقع المدنية في أوكرانيا: لدي كلمة واحدة، سوريا. فالقصف الجوي الروسي لدعم بشار الأسد وحربه الوحشية ضد شعبه شمل استهداف المستشفيات والمدارس والأحياء السكنية والأسواق وقتل آلاف المدنيين، وكانت حملته التي استمرت سنة ضد إدلب عام 2019 وحشية وأجبرت حوالي 1.4 مليون شخص على ترك بيوتهم. وهناك مخاوف من إطلاق موسكو العنان لقواتها العسكرية بعدما لم تحقق أهدافها الأولية من الحملة وأبطأتها المقاومة الأوكرانية، وقد تلجأ لاستخدام القنابل الحرارية ضد المدنيين كما فعلت في مدينة حلب وخلفت آثاراً مدمرة. إن صوراً ظهرت من بلدة بمش بمحافظة إدلب في 24 من شباط فبراير تظهر لوحة جدارية رسمها فنانون محليون احتجاجاً على الغزو الروسي ضد أوكرانيا، وأرسلوا فيها رسائل تضامن مع الذين يقاومونه، وهي صورة عن فهم السوريين للقصف الذي يتعرض له الأوكرانيون. فلا أحد يفهم معنى أن تكون تحت رحمة المقاتلات الروسية مثلهم، فحتى الطفل السوري الصغير يمكنه النظر إلى السماء ويحدد البلد الذي يقوم بإسقاط الصواريخ على بيوتهم، ويمكن للمقاتلات الروسية المسلحة بأسلحة طويلة المدى التحليق على مسافات عالية وهي هادئة مقارنة مع طائرة ميغ التي يستخدمها سلاح الجو السوري التي تعود إلى المرحلة السوفيتية. وتم تقرير للأمم المتحدة حول الجرائم التي ارتكبت في سوريا نشر العام الماضي: روسيا بالتورط مباشرة في جرائم الحرب والفشل المنظم بتوخي الحيطة لحماية المدنيين من الأذى. وقالت الكاتبة
إن دخول موسكو إلى الحرب عام 2015 حرف كفتها لمصلحة الأسد، وقدمت أرضية حقيقية لفحص الأسلحة المستخدمة حاليا في أوكرانيا. ولا يعرف بعد حجم الضحايا المدنيين الأوكرانيين، لكن هناك أدلة عن استهداف الطيران الروسي لعمارات السكنية في وقت بحث فيه عشرات الآلاف عن ملاجئ ومخابئ في محطات الأنفاق، وفي وقت تزعم فيه روسيا أنها تستهدف فقط المناطق العسكرية. نشرت صحيفة أندومنت تقريرا من إعداد نادين وايت، قالت فيه إن عددا من الأفارقة المقيمين في أوكرانيا الذين وجدوا أنفسهم عالقين وسط الغزو الروسي للبلد انضموا إلى أفواج اللاجئين باتجاه الحدود مع بولندا، ولكن الجنود الأوكرانيين أمروهم بالنزول من الحافلات قائلين لا سودة، يسمح لهم بالركوب فقط البيض الأوكرانيون. إن عددا من الأفارقة الذين يعيشون في المنطقة تحدثوا عن سوء المعاملة وتركهم عالقين وحدهم، حيث لجأ كثيرون منهم إلى تويتر للحديث عن تجربتهم. وفي مقابلة مع الصحيفة قال أوسرمين والد 3 أطفال إنه وعائلته وعددا من المهاجرين طلب منهم النزول من الحافلة التي كانت ستسافر صوب الحدود يوم السبت وأخبروا لا سود. ورغم تحديهم سائق الحافلة والجنود إلا أنهم أجبروا على النزول منعا وتركوا وحدهم. وقال منذ ذلك الوقت أحاول تجاوز الأمر والتركيز والتصرف بشكل طبيعي، لكن الأمر صعب. وأضاف طوال حياتي ناشطا لم أرى مثل هذا، وعندما أنظر في عيون الذين يمنعوننا من الدخول أرى دما وعنصرية، يريدون إنقاذ أنفسهم ولكنهم يخسرون إنسانيتهم. وقال لا أتخيل سيناريو يتم فيه منع لجوء أوكراني أبيض، الطريقة التي يعاملوننا فيها غير مسوغة ولا أساس لها، دعونا نتقاسم المأساة. وأوسرمين هو مواطن نيجيري يعيش في أوكرانيا منذ عام 2009 وترك حاليا عالقا في محطة قطار كييف مع آلاف آخرين ولا يعرف ماذا سيحل به. وقال لا يحدث هذا للأفارقة فقط، ولكن للهنود والعرب والسوريين خصوصا يجب ألا يحدث هذا. وقالت الصحيفة إن الجيش الأوكراني وحرس الحدود البولندية يمنعون النازحين الأفارقة السود والعرب والهنود من عبور الحدود أو الصعود في القطارات، ويسمحون للأوكرانيين البيض بالهجرة فقط. طلب من عشرات الآلاف من السكان في أستراليا إخلاء منازلهم يوم الاثنين بعدما تسببت الأمطار الغزيرة في حدوث فيضانات غير مسبوقة وأجبرت بعضهم على الاحتماء بأسطح منازلهم. بلغت حصيلة فيضانات الاثنين 8 قتلى، وحذرت هيئة الأرصاد الجوية الأسترالية من أن عواصف رعدية قوية وأمطارا غزيرة متوقعة ستؤدي إلى فيضانات مفاجئة، من المحتمل أن تحصد أرواحا في جزء كبير من المنطقة الساحلية على المحيط الهندي أو محيط الهادي عفوا. وللكاريكاتير أسلوبه الخاص في التعبير عن الوضع، تابعوا معنا.
شكرا لكم، أستودعكم الله.